السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة مع الصوابع، البطاطس الصوابع، وان شاء الله يا رب تعجب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. انا عندي هنا نص لحم مفرومة وعندي بطاطستين مقطعهم طبعا الصوابع تخينة مش رفيعة عشان طبعا تستحمل السوا مع البطاطس. وطبعا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا، طريقه جديده وخفيفه وما بتاخدش اي حاجه في البوتاجاز، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. قطعت الصابع زي ما انتم شايفينها كده تخينه مش رفيعه. هنا عندي اللحمه المفرومه، هنعمل بقى معاها عندي بصلتين، هنحط اول بصلايه فرماها احطها مع اللحمه، والبصله الثانيه هوريكم ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه مع البطاطس هنستعملها ازاي. عندي هنا حته ليا بشرها بالمبشره، طبعا دي بتدي للحمه طعم جميل جدا. لو انت مش عايزه تحطي بيريحك، بس هي بتبقى بتدي طعم حلو قوي للكفته. هنحط كده حته اللي عليها، وهنحط نص معلقه فلفل اسمر، وهنحط نص معلقه ملح، وربع معلقه السبع بهارات. ما نكترش توابل اكتر من كده عشان تحسي بطعم اللحمه في الكفته. طبعا هنحط كل ده مع بعض وهنقلب بقى كأنك بتعجني في عجين، لازم كله البهارات مع الفلفل مع البصل كله ياخد مع طعم اللحمة، لازم طبعا نقلب فيها كويس قوي كده. مش حبايبي، طبعا الريحة جميلة من قبل ما نعملها والقبل ندخلها من الفرن كمان. كده نقلبتها كويس قوي، كله بقى دخل مع بعضه كده مدي ريحة حلوة. هنخلع بقى الجوانت عشان نعرف نشتغل براحتنا. هجيب طبق طبق عندي ونحط على حته كيس نايلو كده عشان ما يلزقش الكفته فيه. هصبع بقى الصوابع اللي يريحك، انا هعمل الصوابع ايه يعني مش كبيره ولا صغيره، متوسطه كده، وما تخليهاش الصوابع رفيعه عشان طريقه الكفته دي بتبقى الصوابع تخينه. خليها بقى الحجم اللي يعجبك، الحجم ده كده معقول. وطبعا في طبعا حاجة في الاخر خلاص هنشوفها مع بعض تدي ليها ريحة وطعم جميل. هصبعي كده كله مع بعض، ودي طبعا طريقة الكفتة دي كل هيحبها، لان هي طريقة بتبقى سهلة وبسيطة وتبقى متغيرة مثلا على طريقة كفتة حياتي، الكفتة اللي بنحطها في الفرن، وممكن تتاكل في سندوتشات مع تحطيها في قلب رغيف بلدي مع الفينو مع حبة رز ابيض، على حسب بقى ايه ما الاسرة بتحبها. هنصبع كده كله مع بعضه كده، صبعت دول معاكم، هكمل بقى عشان ما اطولش عليك الفيديو. ماشي حبايبي، انا كده كملت الكميه كلها النص كيلو، طبعا عمل كميه حلوه، وانا في حته ليا فضلت هحطها برضو في قلب الصينيه تعمل طعم. وادي البطاطس، هنشوف بقى هنعمل مع البطاطس هنعملها ازاي. طبعا احنا كنا شايلين بصلايه، البصل اللي احنا شايلينها هنحطها طبعا على البطاطس، بس طبعا هنحط عليها الاول فلفل اسمر وملح، وهنحط عليها حبه السبع بهارات. هنقلب بقى كل ده مع بعضه مع البطاطس عشان طبعا البطاطس معلهاش حاجه خالص، كله يحيق مع بعضه وتدي طعم طبعا حلو مع الكفته عشان الكفته عليها كل الحيق. نقلب بقى كده في البصل مع البطاطس مع الفلفل الاسمر. البصلايه اللي احنا شلناها هنحطها بقى على البطاطس، حطينا فلفل اسمر وملح وحطينا حبه السبع بهارات. هنقلب بقى كله مع بعضه وهنضيفه للبطاطس، ونقلب البطاطس مع البصل عشان كله يحق مع بعض. هنقلب بقى كده كله كويس مع بعضه، وطبعا هنجيب صينيه ونرصها فيها، بس هنشوف طريقه الرص ازاي عشان مش هنحط البطاطس مع الكفته بطريقه. نقلب البطاطس مع البصل، نقلب كده كله كويس مع بعضه، وهنجيب طبعا صينيه نشوف مع بعض. هندهنها بقى بالسمنه او بالزيت، وهنرصها طبعا بطريقه كويسه كده. تقلب كله طبعا، الحاجه دي بتبقى خفيفه جدا وهتلاقي طعمها حلو قوي وطريقه جديده. انا جبت الصينيه هنا ودهنتها بالسمنه، دهن بسيط بس عشان ما تلزقش فيه. هنبتدي بقى نرص الصينيه، هنحط بقى الصوابع الكفته مع صوابع البطاطس،
بس هحاول اقربها ليكوا عشان تشوفوها عشان بعيد عن الكاميرا. هنرص بقى الصينية كلها، صباع كفتة مع البطاطس، صباع كفتة مع البطاطس، كل هنكمله كده مع بعضه. طبعا شايفين البطاطس صابع تخينة ازاي، ما تعملهاش رقيقة عشان لو عملتها رقنقة هتبصي تلاقيها اتقطعت منك، اتهرت منك. هكمل بقى الصينية ونشوف الرصة في الأخيرة مع بعض ازاي، نكملها بقى ونرجع لبعض تاني كده. انا كملتها، وطبعا هنحطها في قلب الفرن، بس الأول هنحط معلقتين زيت، هنحطهم طبعا على البطاطس، مش هنحط، ما تحطيش السمنة عشان متبقاش تقيلة، ومش هنحط طبعا على الكفتة لأن الكفتة بتبقى فيها دهون غير معلقة الليل اللي احنا حطيناها عليها. هنحط بس على البطاطس عشان خاطر ايه، تلمع البطاطس لما تطلع وتبقى مديها برضو طعم حلو. هنحط كده على البطاطس كلها وهندخلها الفرن، هتقعد تلت ساعة بالظبط، تلت ساعة وربع ساعة لو الفرن حامي. هنشوف مع بعض، هنكمل مع بعض ازاي. دخلها الفرن ونشوف النهاية مع بعض، ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. لو عندك اطفال صغيرة ممكن تعمليها، تعملي كفتة كور، وممكن تعمليها نص كور ونص صوابع. هدخلها بقى الفرن كده، طلعت من الفرن ما خدتش تلت ساعة بالظبط. هنحط بقى، انا كنت مولعة على فحماية، اروح حطها وحط حتة السمنة او حبة الزيت واقفل عليها بقى، يبقى كده ايه تمام التمام، خلصت. ومش قادرة اقول لكم بقى على الريحة، اتفضلوا معانا ويا رب ان شاء الله تعجبكم، جربوها وقولوا رأيكم ايه، وان شاء الله نتقابل في اكلة جديدة من اكلات تيتا نونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.